ما أترككم تسمعون بالإنجليزية ثم أشرحه بعد ذلك لمن لم يفهم اللغة. Any comments on Israel? We're asking everybody today. Any comments on Israel? Tell them to get the hell out of Palestine. Ooh. Any better comments? Remember, these people are occupied, and it's their land, not German, it's not Poland. So where should they go? What should they do? They go home. Where's the home? Poland. So the Jews, Germany. You say the Jews go back to Poland and Germany? And America and everywhere else. فكما بيّنت هذه الصور العجيبة في أمريكا، أن الصحفية قالت بكل بساطة باختصار في جملة واحدة في أمريكا أن الصهاينة الأصل أن هم الظلمة في هذه القضية، في قضية فلسطين، وأنهم في الحقيقة أصلهم ليس حتى من هذه الأرض، فهم أتوا مهاجرين من أوروبا، وذكرت بالتخصيص ألمانيا وبولونيا، وقالت أنهم لابد أن يرجعوا الحقوق إلى أصحاب الأرض، وهؤلاء الصهاينة لا عليهم أن يرجعوا إلى بلادهم في بولونيا وألمانيا. طبعا هذه قنبلة فجرت في أمريكا، واضطرت الصحفية التي تبلغ من العمر 90 سنة تقريبا إلى الاستقالة من منصبها، وكانت هي على كل حال على أبواب التقاعد، لكن لا ما فيه أحد كان يتصور أن يقال هذا الكلام من طرف شخصية من مثل هذا المستوى في أمريكا. فإذا ما وصلت إليه هذه الحملة حقيقة إنجاز رائع وهائل، وطبعا أنا أخذته كنموذج يبين بكل وضوح أن مجموعة من المواطنين ولو مهما صغرت، إذا كانت لها قضية عادلة، إذا كانت تؤمن بأحقية ما تطرحه، إذا كانت تحرص على أن تنظم نفسها وتحكم التخطيط، وإذا صبرت على الابتلاء وحتى لربما الموت الذي قد يسلط عليها من طرف نظام غاشم متسلط، فإنها ستحدث التغيير. وهذه هي مرحلة مفصلية التي يجب أن يعيها المواطن الجزائري خاصة، لأن هذا هو المنطلق، أن لا سلطة يمكنها أن تصمد أمام الإرادة الشعبية الصلبة التي تعي مصالحها ولا تقبل بأن يعبث أيا كان بمستقبلها ببلادها وبمصالحها العليا. وهذا الذي نريد أن نصل إليه في الجزائر، لأن الجزائر اليوم مهددة على كل الأصعدة، ولم يبقى للجزائر إلا الموقف الضعيف، وهو الاستكانة لنظام منحرف بكل المقاييس، أو الهجرة عن طريق سفن الحراقة مثلا أو غيرها من أنواع الهجرة، أو التحرك المسؤول في إطار مقاومة مدنية لا عنفية تكون مقوماتها الأشياء التي ذكرتها من قبل وأعود إلى عرضها عليكم، وهي تقوم كما قلت على قضية عادلة، على هدف واضح، على تنظيم وتخطيط محكم، والتزام باللاعنف. الالتزام باللاعنف هذا ليس أمر سهل أيها الإخوة الجزائريون، لأننا نعلم أي تحرك للمواطنين سيواجهه قمع قد يكون وحشيا من طرف النظام. ولذلك دائما بالرجوع إلى المثال الذي ذكره بالأسطول التركي أو الدولي الذي حاول التوجه إلى غزة، أن رئيس المنظمة التركية للإغاثة الإنسانية إيهاها كان فيما وصل من أخبار أكد على كل المشاركين أن لا يردوا بالعنف على الإسرائيليين، أن لا يردوا بالعنف على الإسرائيليين. وبالفعل هنالك شهادات حية تقول أن كثير من الإخوة الأتراك أخذوا السلاح من بين جنود الإسرائيليين وكان بإمكانهم استعمالها، لكنهم لم يستعملوها وألقوا بها في البحر أو أبطلوا فعلها. وهذا في الحقيقة أمر هام جدا. لماذا؟ لأننا نرى أن حتى الكيان الصهيوني دولة إسرائيل منذ الساعة الأولى وهي تريد تبرير ما لا يمكن تبريره،
وكانت تقول أن هؤلاء استعملوا العنف وهم الذين هاجموا الجنود الإسرائيليين المساكين إلى غير ذلك من الترهات، بل وصلت أن تصرح رسميا أن هؤلاء إرهابيين، أي كل من يقف في وجه إسرائيل ولو بطرق لا عنفية سلمية فهو إرهابي. طبعا هذا تعريفهم ولا يهمنا، ومن دائما الطغاة والظلمة والديكتاتوريون يصفون المعارضين المخلصين بأنهم إرهابيين إلى غير ذلك من النعوت، ولكن الالتزام بالطرق اللاعنفية وهو ذا ما وقع في هذه السفينة كان نقطة مفصلية، لأنه لو استعمل العنف ممكن كان واحد يغضب ويثور ويقول والله قتلت جندي إسرائيلي وكذا وكذا، لكن قد يشفي غليله وقد يظن أنه أحسن صنعة، لكن النتيجة السياسية التي كان يريدها قد تضيع بذلك الفعل، قد تضيع ويعطي مبررا لذلك النظام أن يكون يعني يبرر قمعه وقتله وبطشه بكل من يقف في وجهه على أساس أن هؤلاء استعملوا العنف. فالانضباط العملي بالوسائل اللاعنفية ولو وقع القمع الوحشي من طرف النظام هذا هو نقطة التحول، إذا ما صبر المقاومون يسقط ذلك الطاغي ويسقط ذلك الدكتاتوري، ولو أسال دماء بعض المقاومين وهم يكونون شهداء لقضيتهم، وهم لم يخسروا ولكن قضيتهم ستنتصر ولا محالة بذلك الالتزام بالنهج اللاعنفي. وأكيد أن فيه من الناس من يقول طبعا أنتم تتكلمون ولكن هؤلاء أتراك ولهم دولة وراءهم ولهم تنظيم، ونحن في الجزائر لدينا طبقة سياسية مهلهلة، لنا نظام مستبد ليس كمثله في العالم، إذا تحرك أحد على الفور إما يعتقل أو حتى يقتل، والشعب غير واعي، والشعب فقد، والشعب فقد الأمل، والشعب غير مستعد حضاريا وتنظيميا ومن حيث التكوين والوعي السياسي. أقول نعم هذا تحليل فيه شيء من الصحة، ولكن ما أظهره التاريخ، وهذا أريد أن أطمئن إخواننا الجزائريين، أن كل تحرك بمقاومة مدنية بهدف واضح انطلق من نفس الموقع، لأن في الأصل لماذا يتحرك الناس؟ أنا لا أتكلم عن المقاومة المدنية في الدول المتطورة المتقدمة، لأن قد تقع هناك كذلك مثلا قضايا تخص البيئة أو تصدي لأمور اجتماعية أو مهنية لغير ذلك، فهؤلاء يعني شعوب ومجتمعات منظمة ويقع فيه مقاومة مدنية، لكن أتكلم على مقاومة مدنية تريد تغييرا جذريا، إما بطرد الاستعمار أو بإنهاء مظلمة عظمى أو وضع حد لنظام غير شرعي أو نظام سلب المواطنين من حقهم، فهذا الوضع ليس بدعا وليس جديدا في تاريخ الأمم. فأعطي مثال، الجزائر وقت الاستعمار ولا أحد كان يراهن إلا بعض المجانين بين قوسين، لأنهم هكذا كان المثبطون الذين كانوا إما ركنوا للوجود الاستعماري من منطلق الضعف أو منطلق العمالة أو من منطلق اليأس، كانوا يروا أن هؤلاء المجانين، يقولون كيف أنتم راح تخرجوا فرنسا، هذا غير مستحيل. ولكنه لولا إيمان ثلة وناس مخلصين الذين ثبتوا، وحتى من تاريخ الحركة الوطنية، يعني لا أتكلم على ثورة نوفمبر فقط، لكن حتى العمل الذي أسس لها العمل السياسي الدؤوب الذي لم ينقطع في الحقيقة، وأنه تواصل إلى أن أتى بثماره. ثم حتى في بلدان أخرى التي نعرفها كأمثلة للمقاومة المدنية، الذي ينظر إلى الهند مثلا، غاندي كان يعني يشتكي من الوضع المزري في الهند، طبقة سياسية عميلة تأكلها الرشوة، فيها الصراع الداخلي الدامي، شعب يعني في أحط الانحطاط من حيث الوعي الثقافي، الوضع الاجتماعي، الوضع المالي، كان ولا أحد يمكنه أن يراهن على أن يستفيق هذا الشعب، وأخذ لغاندي وقت طويل جدا إلى أن تمكن من تحريك هذا الشعب الذي كان يراه العديد بل الكل يراه بين قوسين لا يصلح لشيء،
ولكنه بالمثابرة وبالمثال وبالتنظيم المحكم